ميزه جديده تمت اضافتها الى خدمه البث المباشر في تويتر تسمح للمستخدمين بدعوه ما يصل الى ثلاثه ضيوف الى البث الشركه قالت انه يمكن للمستخدمين اعتبارا من اليوم اجراء بث مباشر ثم دعوه ما يصل الى ثلاثه اشخاص كضيوف ويمكن لجميع المتابعين سماع اصوات الضيوف كما يمكن للضيوف الخروج من البث في اي وقت